سرك مش في بير. دي الفقره اللي هتزعل ناس كتير قوي مني، انا اسف مقدمه. مين اقرب حد ليك في الفريق او المنتخب؟ قول لنا عنه سر محدش يعرفه. عمرو الجندي سر محدش يعرفه. يمكن عمرو في الفرقه او في المنتخب او في مجال الكوميونتي باسكت يعني بيبان ان هو يعني كده وجديد وكده، بس هو مع اللي ماشيه هو فريده بنته. اي حاجه كده كده فريده تقولها له هيعملها، يعني لو قالت له الساعه 3 ينزل يجيب لها اي حاجه هيعملها. فدي حاجه ما حدش يعرفها عنه، ان هو في البيت شخصيه مختلفه تماما. مين اكتر واحد بياكل في الفريق؟ طب ليه طيب السؤال ده؟ يعني ده اذى ده. بس ممكن اقول اتنين عامه، يعني هما اتنين بيتنافسوا على اللقب ده، كيزو وسيف سمير. اكتر واحد بيعرف يعمل فيديوز على التيك توك. الاسئله دي كلها ليها اجابتين برضو، يعني هقول مروان سرحان ومهيب. هو اصلا مش ناس كتير في الفرقه خالص عندهم تيك توك، منهم انا، بس مروان ومهيب سوشيال ميديا انفلونسرز جامدين. مين بيتقمص دور الحزين؟ هو انا دايما بقول له كده وهو بيتضايق مني، بس هو يعني حبيبي واخويا، بس عمر طارق. مين السوسه اللي عارف كل حاجه بتحصل؟ يعني اجابه سهله وكل الناس ممكن تبقى يعني متفقه معايا، عمرو الجندي. هو اي حد عايز يعرف اي حاجه في مجال الباسكت، في السياسه، في الرياضه، في اي حاجه، عمرو الجندي كده معاه كل الاخبار اول باول. اكتر واحد بيقول افيهات او نكت بايخه. طب هما دول الحاجتين مختلفين. افيهات ممكن تبقى مضحكه كويسه فبرضه هتبقى عمرو الجندي. نكت بايخه للاسف اللي بيقعد معايا في الاوضه مهيب، بس بحبه برضو والله. اكتر واحد بيغني طول الوقت وصوته وحش. هو اكتر واحد دايما بيعمل السماعه وبيعمل لنا اجواء في اوضه اللبس او في الاتوبيس او في اي حته، كيزو. هو يعني صوته مش وحش قوي بس يعني مش المفروض يغني. اكتر واحد بيهتم بشكله ولبسه، مليون في المية عمر طارق. يمكن قبل الماتش يقعد يظبط شعره، لازم يظبط شيل التسخين تبقى كويس بالظبط، الشراب مش عارف عامل ازاي. لو شفت شنطة السفر بتاعته يعني ممكن انا يعني ما حدش بيعمل شنطة سفر كده، كل حاجة بالسنتي في مكانها، يشيلها يرجعها مكانها بالظبط. هو اكتر واحد بيهتم بأي حاجة في حياته. اكتر واحد بيعمل مقالب عمرو زهران، كده كده مصيبة. فريقك كسبان وجه عليه انفراد في اخر ثانية، مين من زمايلك بيعمل فاول عشان اللي قدامه ما يتعادلش؟ مش عارف، حسيت الانفراد دي كوره قوي، بس يعني ممكن امشيها فاست بريك او ترانزيشن ماشي. ممكن اقول عمرو زهران. عمرو زهران تقريبا اكتر واحد بيضحي بنفسه فدائي للفرقه، واكتر واحد مهم بالنسبه لنا دفاعيا في الاهلي او في المنتخب. مين اكتر واحد حريف بلاي ستيشن في الفريق او في المنتخب؟ بص يعني مش عارف، في كذا حد كويس في الفريق، عمرو الجندي للاسف برضو، بس في المنتخب احمد سامي لاعب نادي الجزيره. هو تقريبا يعني لاعب باسكت بروفيشنال سلاش بروفيشنال جيمر، هو كل حاجه فيفا ما شاء الله، 2K، كول اوف ديوتي، اي لعب. مين اكتر واحد بتكسبه في البلاي ستيشن في الفريق؟ هو عشان انا وهو اصحاب قوي فبنلعب بعض كتير، فعمر طارق. مين اللي كسبك وبعد كده ما بقاش يلعب معاك تاني؟ عمرو الجندي برضو، يعني هو لما بيكسبني بيذلني، خلاص انا مش هلعبك تاني بقى، اروح اتمرن او اروح اكسب مثلا عمر طارق او حد تاني وبعدين العبك. فيعني بوجه له رساله بقول له ما تخافش. لو تحب تروح مكان وتقعد لوحدك تختار مين يروح معاك؟ ايمن شوكت كده كده.